عين وعلى عينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا إلا نداع. بمناسبة المولد النبوي الشريف نهنئ الأمة العربية والإسلامية عامة والشعب الجزائري خاصة بذكرى مولد خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. احتفاء بهذه الذكرى الطيبة على قلوبنا، بادرت إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية بن يوسف الخدة بالبرواجية بإحياء المناسبة من خلال مشاركة المرضى المقيمين عبر المصالح الاستشفائية وخاصة مصلحة طب الأطفال فرحة المولد. هذه المبادرة تدخل في إطار زرع الطمأنينة في نفوس المرضى وتحسيسهم بالجو الأسري والتخفيف من المولد النبوي الشريف. نتقدم بأحر التهاني للأمة الإسلامية ككل وللطاقم الطبي والشبه الطبي والإداري المستشفى تاع بن يوسف الخدة، والاحتفالية هذه إن شاء الله اللي نظمتها المؤسسة كما يقولوا هي الرابط بين المريض والمؤسسة، رسلنا حميدة وكما يقولوا قامت بها هذه المؤسسة باش المرضى ما يحسوش بالبعد تاعهم على اقاربهم وعلى جيرانهم وعلى اي حاجة. رانا هنا ومرحبا بكم عندكم في اي وقت، وان شاء الله كما يقولوا احنا هم الصف الاول لمحاربة هذه الجائحة ومعاكم ومعنا. النشاطات الثقافية لجمعية جيل الصاعد العلمية والثقافية، قمنا اليوم بزيارة مستشفى يوسف بن خدة برواقية ولإسعاد الأطفال، وهذا كله على جال أصدقائنا باش نغرسوا فيهم الفرحة ويبقوا ديما يحسوا رواحتهم باللي حنايا رانا معاهم.